السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد. هذا البرنامج التخصصي بالقطاع الزراعي، سنوات وسنوات وبين المحافظات والمدن والقرى صورنا كثير من الحلقات والتقينا بكثير من الشخصيات. اليوم احنا حلقتنا استثنائية وحلقة خاصة، لما اليوم نلتقي مع أهم شخصية بموضوع القطاع الزراعي وهو وزير الزراعة المحترم الدكتور عباد جبر المالكي. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهدي قناتكم الموقرة في هذا اليوم ربي يخليك على هذا القطاع. أهلا وسهلا دكتور. كنا محتاجين هذا اللقاء من وقت، ولكن ندري الظروف اللي وصلت بها إلى الوزارة كانت أزمات كبيرة، أهمها موضوع الجفاف، وكانت بداية خطة زراعية وضيقة كانت، ولكن الحمد لله الفرج أصبح كبير جدا بعد عدد من الأيام اللي استلمت. أكو إنجازات كبيرة بهذه الوزارة. أريد أبدي وياك باليوم الموضوع أو المشكلة الأكبر اللي قاعد يواجهها العراق أو العالم، هو موضوع التغير المناخي وبالتحديد موضوع الجفاف. اليوم هل هنالك حلول بوزارة الزراعة للتحول لتقنيات الري الحديث؟ أكو حلول آنية مستقبلية؟ شكرا جزيلا أولا على اللقاء، وثانيا على تسليط الضوء على قطاع مهم جدا اللي هو قطاع الزراعة، واللي مثل حقيقة عصب لاقتصاد هذا البلد وحاجات الأساسية اللي يحتاجها المواطن. اليوم قد الناس ما تحتاج كلها نفس الحاجات بنفس المستوى، بعضها تشمل شريحة دون أخرى، إلا أن هذه الوزارة تستهدف كل قطاعات أفراد الشعب. نعم. الفقير والغني، ماكو إنسان اليوم يستغني عن الطحين ولا يستغني عن الرز ولا عن الخضروات ولا عن اللحوم. صحيح. حفظ هذا التوازن هو مرهون بهذه الوزارة وسياسة الوزارة، ونجاحها يؤثر على استقرار أسعارها، وجودها، توفر كمياتها. لذلك احنا عندما باشرنا المهام في هذه الوزارة كان قدامنا تحديين. التحدي الأول هو أنه شلون نحفظ هذا التوازن في ظل سوق غير منضبطة، منافذ حدودية تكاد لا تكون تحت السيطرة بالكامل. نعم. خصوصا مع منافذ غير قانونية في بعض مناطق إقليمنا، إقليم كردستان. تعرفة جمركية إذا تباوع تلقى شتى أنواع التعرفة الجمركية على البضائع. موسم جفاف مثل ما تفضلتوا ضرب العراق لأكثر من 5 سنوات ماضية، وأثر بشكل كبير على مخزونات المياه فعلا، وبالتالي أثر على المساحات المزروعة كانت تقلص كل عام. فأنت أمام تقليص هذه المساحة مع الإيقاع الغير منضبط لحدودك ورسومك الجمركية وحاجات الناس المتزايدة. يعني احنا نعرف اليوم هذا الزيادة العددية بالبلد، صحيح، عملية النمو السكاني جاي ترتفع بشكل كبير جدا، ونحتاج غذاء الراد المفروض بها زيادة مساحات مزروعة. نعم. هي قابلها العكس، انقاص في المساحات المزروعة. لذلك كان همنا في هذه الوزارة أن أولا نحافظ على المحاصيل الاستراتيجية المهمة اللي نحتاجها، ولا سيما محصول الحنطة اللي هو محصول مهم جدا ومتاح زراعته، لأنه هو من المحاصيل اللي يتميز بإمكانية زراعته على غير الأنهار. الآن محصول الشلب ما ممكن أزرعه إلا على أنهار ولا أغمار كميات كبيرة. نعم. أما هذا لا، ممكن أستخدم الآبار. وفعلا وضعنا في سياستنا أن نزيد من مساحتنا المزروعة على الآبار، وبدينا نشجع على الزراعة من خلال منظومات الري ومنظومات التنقيط والرش المحوري أو الخطي. وبالمقابل أيضا زدنا عمليات الدعم، قلنا نزيد عمليات الدعم كما للأسمدة اللي كانت مدفوعة بالسنوات الماضية عن السنة الحالية، بحيث زدناها إلى كميات كبيرة، كانت 5 كيلو ارتفعت إلى 30 و40 كيلو. نعم. الداب واليوريا. وأيضا زدنا عملية الدعم للبذور، وصلنا ندعم البذور بنسبة 70% من السعر، سعرها الحقيقي. هذا تمثل حقيقة عطاء كبير جدا للمزارع والفلاح حتى يزرع. نعم. أدوية وفرناها مجانيا، ولأول مرة توفر عندنا أدوية ومبيدات أقصد عفوا، ووزعت على الفلاحين والمزارعين مجانا لمعالجة الآفات الزراعية. نعم. كل هذه تصب في سؤالك اللي هو معالجة
شحت المياه. نعم. وبالمقابل أيضا خطة زراعية. التخوف الكبير اللي أنا اليوم لمسته من الفلاحين العراقيين، برنامج أرض السواد عد حلقات ميدانية في أرض الواقع، في المزارع، في الحقول، في كل المشاريع الزراعية مختلف المحافظات، أنه تصريح لدولة رئيس الوزراء المحترم السيد السوداني اللي صرحها عند زيارته محافظة واسط في وقت الحصاد. نعم. اللي تكلم قال انه الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات ري حديث بالموسم المقبل ما راح ينشمل بخطه الدعم الحكومي، يعني مستحيل او صعب ان بلد بحجم العراق يتحول خلال موسم واحد الى تقنيات الري الحديث 100%. حقيقه توجه دوله الرئيس هو جزء من نظره لهذه الحكومه ان تحول مسار العمل الزراعي، لانه من غير المنطقي ان يبقى العراق اللي رصيده كان يوصل إلى أكثر من 100 مليار. نعم. بالمياه بالفترة القليلة القادمة الماضية، يعني مو عبر سنوات، إلى وصل الآن إلى كميات من الشحة أقل من 10 مليار، يعني واصل الآن إلى 5 أو 6 مليار. نعم. متر مكعب. من أنا أشوف هذا الفرق، هذا مو فرق أصلاً، نقدر نقول الموجود صفر نسبة إلى خزين العراق السابق. صحيح. وكميات اللي تردنا بحدود 200 إلى 250 متر مكعب بالثانية من الحدود التركية، وإحنا المفروض وصلنا 700، يعني أنا في وضع حكومي حرج، إذن ما عندي غير أروح باتجاه قناة الري. نعم. يعني حتى دول الجوار من تقول لي أنا ماي شرب ما عندي، وعندنا مجمعات كثيرة وقفت، تقول لك شاليش تزرع؟ إذا أنت الآن تقول ماكو ماي أزرع ما أشرب به وأوفر مياه شرب لمناطق الوسطى والجنوبية، هاي الآلاف الدونمات شنو المزروعة؟ صحيح. حاجتك وحجة منطقية. لذلك إحنا لوضعنا اللي موجود كان توجه دولة الرئيس وسياستي أيضا في هذه الوزارة مع كل كوادر الوزارة أن شلون نحول الناس، فصارت الفكرة أن يكون هناك دعم. يعني الإنسان اللي يروح يشتري مرشة ويخسر عليها 50 مليون دينار أو 60 مليون أو 40 مليون دينار ويبذل كل هذه الأموال حتى يتحول، ما ممكن يساوي مزارع آخر ما دي يحرك نفسه بهذا التحول. أنا بدي ما أكو مياه وكلهم يزرعون على النهر. صحيح. وما يخسر دينار واحد. صحيح. هذه مفرحة أنه، لكن أنا الآن ما عندي مياه، وزارة الموارد تعطيني مؤشر تقول لي ما عندي مياه كافية أغطي لك المساحة. يعني أفهم من كلام حضرتك معالي الوزير أنه الشخص اللي يستخدم تقنيات ري حديث وزارة التجارة راح تشتريه بسعر مختلف. الآن أعطيك الخلاصة الفكرة. نعم. اللي صارت أنه إحنا كانت الفكرة الأولى أن ما يدخل في الخطة الزراعية. صحيح. طيلة السنة هاي من الحصاد إلى أن وصلنا إلى شهر 10، ولكن بالواقع المنظور كان على أساس نزود مرشات. المرشات إجراءاتها التعاقدية صعبة. صحيح. قسم من عندها قروض متعلقة بدول وبنوك تأمن هذه المبالغ، ما جاي تمشي الموازنة، تعرفون تأخر. نعم. لذلك كان قرار مجلس الوزراء حاسم أنه يشملون الخطة الزراعية جميعاً، سواء مستخدم تقنات أو غير تقنات، ولكن اللي راح يستخدم ونشمله بالبذور، نفس البذور نعطيها للمنتج سواء كان تقنات أو غير تقنات، لكن راح نفاضل بيناتهم بالسعر. لازم يكون أكو فرق. فخطة الآن معدة في لجنة في الوزارة تنظر بدراسة السعر حسب طبعا الكلف اللي ينتج الفلاح وتوضع السعر. نعم. لمنتج الحنطة من خلال التقنات راح يكون له فارق عن المنتج بالطرق التقليدية. يعني فرضا إذا اشتريته من تقنيات من أصحاب التقنيات الري الحديث، الطن ب 800,000 تقريبا، ما مستخدم ايش قد حيكون السعر؟ ما راح نقدر نعرف الآن، هذا يحسب في وقته، يعني اللجنة راح تجي تحسب. احنا السعر ما نوضعه حسبة افتراضية، يعني الآن إذا أردج يقارن الحنطة العالمية الأسترالية هي سعرها بحدود 300 دولار. صحيح. 280 دولار. من أرد أقارنها بالسعر التجاري العراقي هي 450,000، أنا إذا أشتريها أخو أسترالية ب 450. نعم. بس أنا الآن جاي أشتريها من المواطن العراقي ب 850,000 دينار دعما للفلاح. فما نحسب على هذا الأساس، وإنما نحسب على أساس الكلفة بالعراق، إيش قد الفلاح إيش قد يحتاج للحراثة، وإيش قد يحتاج للبذار، وإيش قد يحتاج راح أسمدة السماد، السعر بورصة ويدخل. إحنا داخلين العراق مشترك في البورصة مالت. نعم. يومية إلى سعر، اليوم 900، اليوم 1000 دولار، اليوم 1100 سعره. وقت البذار من راح ينتجون الفلاحين راح يدرس. نعم. والكلف المدخلات الزراعية ونوضع هامش ربح مجزي،
وراح يكون اكو فارق بين هذا وبين هذا بالتشجيع فقط. نعم، مع الوزير ما انه ذكرنا دولة رئيس الوزراء، الفلاحين واللي يعملون بهذا القطاع تفالوا لما صار رئيس وزراء، قالوا ابن القطاع الزراعي وإله دراية بهذا الموضوع. نريد نعرف من خلال حضرتك مدى اهتمامه بقطاع الزراعة والمياه. والله حقيقة دولة رئيس الوزراء واضح، يعني هو بداية الحياة الوظيفية في هاي المؤسسة اللي تابعة لوزارة الزراعة، وأيضا مهتم جدا باعتباره أيضا خريج الهندسة الزراعية. واضح أيضا من خلال لقاءاتي وتواصلي مع دولة الرئيس في كل الطلبات اللي نحتاجها الوزارة والاجتماعات، أنه على معرفة كبيرة جدا بهذا الوزارة، والحمد لله جسور التعاون جيدة ومستمرة أن نتعاون في سبيل هذه الوزارة. نعم. تنهض بعبء، لأن الوزارة اليوم مو وزارة مثل ما مذكور في القانون وزارة إرشادية، وإنما هي وزارة لها دور في توفير ما يحتاجه كل أبناء هذا البلد. نعم. يعني أنا الآن بقرار واحد من وزارة الزراعة يربك السوق كله، بقرار واحد الآن أغلق منتج يحتاج صحيح. السوق أو أفتح بطريقة كبيرة أدبر كل المنتجين هنا داخل البلد. نعم. أفتح الآن 100% للحوم ولكذا، تلقى أسعار الأشياء داخل هزة صار بها كبيرة. فهاي الوزارة يراد لها إدارة، فقط مو أنا أريد أزرع، أنا أريد أزرع وأريد أسعار متوازنة بين حماية المنتج والمستهلك اللي ترعاها قوانين. نعم. وأريد أشجع الفلاح والمزارع والثروة الحيوانية أن أيضا يتحول وياي للتصدير. ولذلك إحنا الآن عندنا سياسة جاي نشتغلها بالوزارة ونجحنا الحمد لله بيها، تتابع الكيرف البياني. نعم. لحجم الصادرات جاي يزيد عندنا صادرات في ممتاز. مختلف، سواء في التمور، في الأعلاف، في البطاطا، في الطماطة. صح. تنتج ما تأثر بعد بالسوق، يعني تشوفون قبل تنزل إلى أسعار جدا، لا جاي أكو عندي منتج كلش كبير. نعم. ومن عنده شهادات التصدير تصدر من وزارة الزراعة تنصدره، لأن نريد دول الناس الفلاحين اللي أحيانا يبيعونه بسعر التراب نلقى لهم سوق من تنزل بكميات جيد فيصدرون لدول الخليج العربي. نعم. وغيرها. معالي الوزير، منذ استلامكم حقيبة وزارة الزراعة يعني نقدر نقول عليها فترة زمنية مو كبيرة جدا، ولكن تم إعفاء عدد كبير جدا من المدراء العامين في الوزارة. الهدف هل مثلا هؤلاء المدراء العامين هناك تقصير بعملهم أو تحب تجديد الدماء في الوزارة؟ يعني أولا ما بدلنا أي مدير عام إلا بعد مرور فترة 6 أشهر على. نعم. هذه الوزارة يعني كانت كتجربة، وخلال 6 أشهر تم دراسة واقع الإدارات العامة، وبعض هذه الإدارات كان تقييمها دون المستوى، وبعضها كان متوسط، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لأنه. نعم. طلب رئيس الحكومة في أحد الجلسات وكتب رسمية من كل الوزارات أن ترفع تقييم أداء على وفق استبارة معيارية بها نقاط، يعني مو قضية جيد أو غير جيد، لا بها حوالي 15 نقطة، كل نقطة تمثل معيار معين، وقيمنا على ضوء هذه للمدراء العامين، طلبوا السيفيات مالتهم، طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملف أيضا ملال موظف اللي موجود. نعم. نفسه هذا بمعيارية أيضا أكثر من النقاط اللي أنا قيمتها. أه. نسخة أخرى راحت إلى هيئة النزاهة من مكتب رئيس الوزراء تطلب تقييم لهذا المدير العام، شقد عليه ملفات، شقد عليه لجان تحقيقية، جمعة نقاط، ديوان الرقابة المالية أيضا تفاتح وشنو مؤشراته. أكو دائرة خاصة بمال الممتلكات وما يخص أيضا المدراء العامين أيضا كتبت، جمعوا كل هذه النقاط وطلعت النقاط اللي بعضهم يحتاج تدوير وبعضهم يحتاج إلى عملية تبديل، يعني معايير ما يعني دقيقة كلها معايير جداً. على النقاط، وحتى باكر تكون منصفة للآخرين. صحيح. يعني مو طريقة يبقى أو لا يبقى، يصلح أو لا يصلح. نعم. لا، هاي يشتغل بها المزاج. لذلك بعضهم نقاط عندي كانت بعدها تأهله أن يبقى، بس نقاط مثلا بالنزاهة عدة ملفات نفرض. فهمت. أكثر أو. نعم. في ديوان الرقابة عدة مشاكل أو في الجهة الأخرى بعد نزلت نقاطه صار دون خط النجاح ما قدر يبقى بالوزارة أو بالعكس. نعم. معالي الوزير، بنظر بعض الخبراء
اللي دائما يجون في برنامج أرض السواد، يقول إنه من الأخطاء اللي وقعت في السنوات الأخيرة هو تحول وزارة الزراعة من وزارة إنتاجية إلى وزارة بحثية خدمية إرشادية، رأيك بهذا الموضوع؟ والله من قرارات الغير صحيحة، نعم، والغير مناسبة في حق هذه الوزارة، لأنه الوزارة اليوم يعني أنا أسميها أحد وزارات الاقتصاد الكبيرة، لتكون المفروض صنو أو مرادف لوزارة النفط. صحيح. في دعم الاقتصاد. صح. وفي دعم الناتج القومي، لأنه ما أنا الآن في دوائري عندي دوائر منتجة وبشكل، نعم، كبير. نعم. كانت تنتج كميات، مثل دائرة البحوث، مثل دائرة البستنة، تنتج آلاف الأصناف والأشياء. صح. لكن ما من حقها تبيعها. منو بيد منو تقدر أن تعود الوزارة إلى إنتاج؟ هذا قانون صدر في عام 2013 بتغييره، وقانون أعتقد غير سليم وغير مناسب. لذلك من أول دوامي في هذه الوزارة، نعم، شرعت بتعديل هذا القانون في الوزارة من خلال تشكيل فريق فني، وطلبنا أن تتحول يعني قانون الوزارة بالكامل عدلناه وأرسل إلى مجلس الوزراء، والآن أرسل إلى مجلس الدولة بعد رجوعه، راح إن شاء الله يتصوت عليه وجاء تابع أحد المستشارين إن شاء الله. أعتقد ذهابه بعد المجلس النواب يكون خير عون لهذه الوزارة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أكيد مكملين ويا حضرتك معالي الوزير، ولكن أحبة المشاهدين ابقوا ويانا، وحلقتنا بها كثير من الأسئلة تخص القطاعات الزراعية المختلفة، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل، نرحب بك من جديد معالي الوزير. شكرا جزيلا. ربي يخليك معالي الوزير. أريد يعني أعرف قصة نجاح صارت بالوزارة، وأنا واحد من كنت من أشد المتشائمين. موسم الحنطة الماضي رجعنا عليه، احنا تكلمنا عليه في بداية الحلقة، شيء بسيط، موسم كانت الخطة بسيطة جدا، قلنا العراق ما راح ينتج كميات كبيرة. هذا التشاؤم تحول إلى فرح وإلى تفاؤل لما وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ورقم كبير جدا. كيف استطاعت وزارة الزراعة ومختلف الجهات الساندة أن توصل لهذا الرقم؟ حقيقة كما ذكرت في بداية الحديث، أنه احنا خرجنا من الموارد المائية اللي كانت عدت ويانا الخطة، لأن هي الشريك الأساس ويانا في عملية الزراعة، على أنه 1.5 مليون دونم يزرع من خلال الأنهر، كمية ما توازي شيء نسبة إلى ما نحتاجه. لذلك عدينا هذه الخطة بالذهاب باتجاه الأراضي الصحراوية، باتجاه الآبار، وتم الاتفاق أيضا مع وزارة الموارد على 4 مليون. وتراجع الخطة بعد 15-11، وفعلا كان السنة الحمد لله الله سبحانه وتعالى من علينا بيوم مطر وفير، فزدنا 1 مليون دونم للأراضي المروية، فصار عندنا 2.5 في 4 مليون، بالإضافة إلى الأراضي اللي صح لها شبه مطرية وديمية، فوصلنا إلى رقم حقيقة جيد جدا. الاهتمام بما ذكرته بالفاصل قبل الفاصل من دعم للأسمدة والبذور وتشجيع الفلاحين والتلويح، بأن هذه الحكومة جادة على أن تسلم مبالغ الزراعة أو المحاصيل الزراعية اللي راح تنتجوها بوقت قياسي إن شاء الله. متابعتنا المستمرة بحيث سلمنا كميات الأسمدة بنسبة عالية جدا برغم استلامنا متأخرين، كل هذه حقيقة اجتمعت على أنه يكون الناتج لخطة العام 23 5,192,000 طن ما سلم إلى وزارة التجارة. ومن فضل الله تعالى أيضا استلموا كل المزارعين والفلاحين مبالغهم بصورة سريعة وسلسة وما بها أي تعقيدات، لأن شلنا كثير من الضوابط اللي كانت معتمدة. صحيح. سابقا في عملية الشوائب والنقاوة ودرجة الرطوبة، كل هاي دفعت المزارعين إلى تسليم كل محاصيلهم إلى الوزارة، ما راحوا باتجاه الوكلاء أو المكاتب التجارية. نعم. وهذا مثل حقيقة فت فرحة للناس، لأنه اليوم فلاح بعد تعب 6 أشهر يستلم فلوس. صحيح. ما قبل كان يبقى سنة وأكثر، سنة كاملة حتى من السنة وتظاهرات ويتظاهر وكذا،
وبالتالي هنا حتى المبالغ لما يتداينها الدور من الناس ويحاول التسديد وقسم ياخذ ورق بالآجل او كذا صحيح. ما راح تكون لها قيمة. نعم. هذه الكمية عدا الكمية اللي استلمناها بذور اللي هي بحدود 450 ألف طن، يعني إذا أرد أضيف البذور إلى يعني قرابة 6 مليون. نعم. لكن اللي استلمناه لوزارة التجارة واللي حقق اكتفاء ذاتي، لذلك احتفينا في وزارة الزراعة بحفل برعاية دولة رئيس نعم. الوزراء، ودعينا التجارة والموارد المائية وشركائنا بالجمعيات الفلاحية، وسوينا أيضا تكريم للمزارعين الكبار. كاميرا الأيام كانت حاضرة. أكيد نعم. أكيد حاضرة كل وسائل نعم. الإعلام حقيقة مشكورة لأنه كانت تغطي، وأشكر خاص أيضا لقناتكم قناة الأيام اللي إلها دور أيضا في التغطية وفي كل محفل إن شاء الله. إحنا يعني سعداء أولا أني هاي المبالغ بدل ما كانت تطلع إلى خارج الحدود إلى خارج البلد مستورد من أستراليا أو دول أخرى، فوفرتها لداخل البلد. الشيء الآخر أني غطيت مساحة أكبر من الناس صحيح. بدل ما يروحون باتجاه الطريق المتعب اللي هو رايح على رعاية اجتماعية أو بطالة أو فرص عمل سيئة، الآن الفلاح يعتز. ولاحظنا هذا العام أنت اليوم شلون تريد تعرف أنت نجحت في عملك لما الفلاح والمزارع بالموسم القادم تلقاه شاحذ الهمم ومهيئ الأراضي من وقت ويطلب من وقت تزوده بالبذور، معناه ذاك الموسم كان جيد صح. كان منعكس عليه إيجابا بدفع على الأمام. أما لو الفلاح كان لحد الآن فلوسه ما واصلة وكانت المبالغ ما موازية لتعبه أبدا يهمل، يعني إذا كان العام زارع 20 دونم حولنا إلى 10 دونم صحيح. أو يترك نهائي اللي يقول لك ما مزية. الآن أنا بجولتي هاي الأسبوعين اللي قبل الموسم الزراعي 24 نسبة عالية جدا من المزارعين كملوا وجاهزين بس ينتظرون. نعم. وإحنا أيضا لأول سنة في خطتنا أن نصادقها قبل 11 قبل الخطة الصادق وراء 11 صحيح ويتأخر. نعم. إحنا الآن صادقناها قبل 10 أيام دائما. نعم. والبذور من 11 بدينا نوزع وسنة يعني إن شاء الله متفائلين أيضا بأمطارها إذا الله سبحانه وتعالى مثل التوقعات للأنواء الجوية سنة مطيرة راح إن شاء الله تمثل أيضا خير وفير. نعبر الرقم هذا؟ إن شاء الله نعبره لأنه عندنا أعداد مرشات ازدادت بشكل صحيح. كلش كبير. الخطة للأنهار اعتمدنا نفس الخطة ونأمل إن شاء الله أكثر من هذا الرقم. نعم. في العام 24. نعم معالي الوزير، من المشاكل اليوم اللي أرهقت كاهل الفلاح هو موضوعة الأسمدة، نقلها، الإجراءات الأمنية في بعض الأحيان في فترات مهمة من الموسم الزراعي تتوقف المصانع، خاصة إذا نتكلم اليوم مصانع الأسمدة في البصرة وخاصة صارت بذاك الموسم. وشاهدنا حقيقة أن الحكومة العراقية وزارة الزراعة مهتمة بهذا الموضوع يعني ونطت شوية تسهيلات حسب أنه المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أو الحكومة العراقية عفوا. اليوم أريد تفصيل مهم عن هذا الموضوع، اليوم وزارة الزراعة وصلت إلى أي مرحلة بهذا الشيء؟ يعني إحنا خطتنا في الوزارة كانت السماد واحد من الأشياء اللي جهزها، توجه السيد رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في أحد الجلسات السابقة قبل أكثر من شهر كان أنه يتحول الدعم من المدخلات إلى المخرجات. نعم. بمعنى أنه بدل ما أني أنطي سماد للفلاح لا أروح أنطي أموال للفلاح من يزرع وينتج أزوده. وحقيقة هذا القرار تم في مجلس الوزراء وبدأت نوضعت آلية لكيفية الدعم، هذا واحد. والثانية شلون نسهل الإجراءات، لأن أنا في وزارة الزراعة أخشى ما أخشى في وقتها لما دار الحديث عن هذا الأمر وترتفع الأسعار في حالة صحيح. الدولة شالت صحيح. الدعم. لكن السيد رئيس الوزراء أوعز وشكل أيضا فريق متكامل من هيئة المستشارين ووضع الضوابط، وأيضا فريق من عندنا من الوزارة مع اللجنة اللي شكلها دولة رئيس الوزراء وضع الضوابط أنه شلون نعالج هذا الصعود حتى ما يصير. نعم. فصار إجراءات كثيرة، نقاط يعني أكثر من 20 نقطة. أهم النقاط، أهم النقاط أولا عمليات الفحص بتتجاوز في الحدود أكثر من 48 ساعة، قبل 20 يوم وشهر وشهرين تتجاوز الفحص. طبعا هذا القرار لا زال أكو به مشاكل لأنه نعم. لأول مرة يصير شيء قرار جريء وحقيقة يمثل
فد مجازفة أن تجازف بالموسم يعني الزراعي. يعني هو يتعلق بالملف الأمني. ما له علاقة بالملف الأمني، بس أكو رؤية أنه يقول لك أني بدل ما أجي أنطيك فلوس سماد، أعطيك سماد. نعم. على سبيل المثال أنا السماد أشتريه كنت من وزارة الصناعة بمليون و600، بس كنت أبيعه بنسبة دعم عالية أبيعه ب950. نعم. لأن أنا منطي دعم عليها 950 وهو بالسوق بمليون ونص ومليون و600، لأن هذا سعره الطبيعي اللي أنا شاربيه. صحيح. هذا الفرق الفلاح والمزارع الغير الحقيقي شو يسوي؟ ياخذه يبيعه بالسوق، ما يريد يزرع ياخذه يبيعه بالسوق. اي فدولة الرئيس كان يلتمس انه في هكذا امر اكو عمليات يصير فساد لانه السماد يباع. فصارت الرؤيه يقول لك انا بدل ما الغير ذولا المتلاعبين بالاسعار او المتلاعبين نعم. بالتجهيز بهاي الطريقه حتى من نوقف الوضع مالتهم، انا انت فلاح حقيقي راح تزرع ازرع، جيبه بمليون جيبه بمليون ونص بيش يصير عليه خليه يصير، انا بعدين راح اعطيك فلوس الفرق وانطيك الدعم. نعم. هذا اللي صار. ممتاز. بس هذا يتبع اجراءات حتى ما يزيد سعر السماد الى سعر اعلى. فصار مجموعه خطوات ذكرت لك الان بعضها، انه عمليه الفحص تكون سريعه، اجراءات وزارتنا طلعت من كل الاجراءات، خلوا 5 شركات دوليه بالعالم هي 5 فحص، اذا يجيب شهاده فحص دوليه يدخل مباشر. نعم. بالنسبة لليوريا تنقله إلا على الخط مسير لأنه يخشى من عنده أمنيا. صحيح. فإذا بي خط مسير فقط يتابع على خط المسير، الداب لا ما بي وحرية ومساحة من الحركة. نعم. مع مجموعة خطوات كل ساعة نجينا يعني وين دي لقانا مشكلة. أكيد. أنا قبل الخروج. نعم. اليوم من الوزارة وياي بعض المستثمرين عندهم مشاكل في الحدود، يعني نتواصل ايضا مع القماري. نعم. مع غيره حتى السهل. مع الوزير يعني اغلب حلقات ارض السواد اذا كنا نصور في بساتين ان كانت في اطراف بغداد او محافظات اخرى نسالهم على مواضيع ومهمه جدا تخص البستنه، واهمها طائرات الرش او طائرات المكافحه. يعني بعض المناطق يعني انا اعطيك مثال مثل الراجديه في بغداد تقول اخر مره شاهدنا الطائره بال 2014، البعض اصلا يعني ما واصلت لهم. اليوم حل وزارة الزراعة، أكو بعض الأخبار تقول أنه أكو طائرات ولكن بيهن عطل، وأكو أنه قريبا راح نستورد طائرات. فاليوم أريد نعرف من حضرتك الطائرات شوكت توصل، شوكت اليوم تكافح هذه البساتين المترامية اليوم في المحافظات العراقية. احنا عندنا في الوزارة تم التعاقد بالحكومات السابقة على طائرات من شركة إيرباص الفرنسية. نعم. هذه الطائرات للأسف بعد ورودها ما اشتغلت إلا فترة قليلة. نعم. وبها كادر من الطيارين عملت أقل السنة، فأجى إشعار من شركة إيرباص عن سقوط أحد هذه الطائرات، طائرة أخرى من نفس الجيل. نعم. في جنوب أفريقيا، فطلبوا توقف هذه الطائرات عن العمل. بالتأكيد أنت اليوم تحت المنظمة الدولية للطيران، من يجيك اشعار بهذا الامر ما تقدر تطير طائره. أكيد. توقفت. أكيد. الطائرات هذا في عام 2013 صار التوقف. بعد التوقف بفتره اجى الاشعار الى انه تشتغل، بس لازم تجي فتره الصيانه لها، لان الطائرات بالعاده وهذا شيء طبيعي. نعم. وكانت ضمن فتره الجارنتي كون تجي الشركه للصيانه. طبينا في عام 14، وتعرفون عام 14 شنو كان العراق وشنو كان الوضع. نعم. الامني كان وضع داعش الإرهابي وما مر به البلد من تحدي كبير، إرباك بعمل الحكومة، ما تم التوافق على توقيت مناسب حتى الشركة تدخل، إلى أن فات الوقت للجارنتي مال الشركة الفرنسية اللي دور الصيانة. صارت الشركة ما تجي الدور إلا بمبالغ، لأن هاي الشركات عالمية. صحيح. تريد مبالغ حتى لمجيئها، وبالتالي صار أكو مشكل خلاف بين ان الوزاره تقول عندي حق لا زال عند ايرباص ما التزمت، والشركه تقول اني لا اخذت خطواتي، والامر خلافي حقيقه اثر. ومن ذلك اليوم والى هذا اليوم الشركات جاثمه، وكل ما يمر عليها عام كل ما يدخل فيها الاندثار والمشاكل. الحل. لذلك احنا اجينا الحمد لله خلينا من الملفات المهمه، رحنا الى مجلس الوزراء طلبنا عرض على شكل مناقصه، وخذنا قرار من مجلس الوزراء قبل حوالي شهرين او اكثر، ومشينا على اساس بالاعلان
واسطين، لكن ايضا وجدنا عرقله انه لازم اكو سعر تخميني في وزاره التخطيط تحتاجه في الاعلان المناقصه، ويتعذر. جبنا شركه الخطوط، جبنا مهندسين خبراء طيران، ردنا سعر تخميني نطلع لهذه الطائرات حتى نبدي باجراءاتنا اللي هي من دراسه جدوى وسعر تخميني واعتدال وغيره اللي هي ضوابط واليات المناقصه. للاسف كان السعر عائق كبير لانه ماكينه مغلقه ما تعرف شنو اللي بي ماكينه، هي لو ماكينه السياره وتروح الفيتر وتقول له انا اريد ايش قد تكلف، يقول لك ما ادري افتح واشوف. مو صحيح اخذ السياره اقول لا السياره بيها مشكله، صحيح نقص، يقول لك ما ادري، يجوز قايم شبنه ويجوز قايم السلندر منتهي. نعم. ويجوز يعني الانترنر مالتها الا يفتح. متعذر ان يعرفون لانه متوقفه سنوات طويله، ما معروف شنو الخلل اللي موجود بها الان، فما وصلنا. فرجعنا الان الى مجلس الوزراء حقيقه قبل تقريبا اسبوعين او ثلاث، طلبنا قرار اخر بآلية تعاقد تخلصنا من هذه المشكلة اللي تعلن على شكل مرحلتين، المرحلة دعوة يعني استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لعام 2014 وتعليماتها، حتى شنو أروح بدون سعر تخميني. يعني قريبا ستحل هذه القضية؟ ما أطول عليك الحديث. نعم. ولكني الحمد لله يعني خلاصة هذه الفكرة أنه هذا القرار الأخير هو القرار الأسلم إن شاء الله، وبعد اجتماعي بفريق العمل إن شاء الله الأسبوع القادم تعلن كمناقصة لتصليح هذه الطائرات تصليحا. نعم. إن شاء الله. هو طبعا بدون إن إحنا الآن ما متوقفين، ولكن سنويا نطلب من طيران الجيش يعطونا طائرة واحدة. إحنا عندنا طائرات أولا اختصاصية وشغلها مو مثل طائرة الجيش، طيران الجيش جزاهم الله خير تعطونا اياها، لكن نبدا نحور ويوضعون انابيب ويحطون تانكيات بالنص، طائرة هي اختصاصية هي مباشرة. فان شاء الله اذا تم اصلاحهن راح يكون المواسم اذا الان ناجحة بنسبة عالية خصوصا للبساتين. نعم. راح تكون خالية ايضا من اي اصابات او مشاكل فيما يخص ان شاء الله حشرات وغيرها. ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين ابقوا ويانا، اكيد الاسئله مستمره مع معالي الوزير، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا الاستثنائيه مع معالي وزير الزراعه. اهلا وسهلا بك معالي الوزير. اهلا وسهلا بكم. ندخل اليوم بهذا البارت او بهذا الجزء بنقاط مهمه جدا وقطاعات مهمه جدا، حقيقه معاناه كبيره. اذا نبدي بقطاع الدواجن، اهتزازات بالاسعار، تقلبات كبيره، سعر الدولار اثر عليهم. حسب ما باتصالي معاهم الدائم انه اكو قرار إذا تكلفة الإنتاج ما خدمتهم وزارة التجارة تأخذ المنتج مالتهم، وإلى الآن لم يطبق أو طبق بصورة مو كاملة أو شاملة. يعني نظرة اليوم وزارة الزراعة لهذا القطاع المهم اللي يسمى في بعض الدول والبلدان صناعة الدواجن. يعني قطاع مهم والعاملين به أعداد ليست بقليلة، أعداد كبيرة جدا، وأيضا يمثل حاجة للسوق بشكل كبير جدا. لذلك شكلت لجنة عليا من قبل دولة رئيس الوزراء. نعم. يرأسها الوكيل الفني لوزارة الزراعة الأخ دكتور ميثاق، وهذه اللجنة مع منتجي الدواجن نفسهم هم أعضاء بها وباقي القطاعات الأخرى من الجهات الأمنية وكل الجهات الفاعلة اللي لها دور في عملية إنجاح هذا القطاع. نعم. وزارة المالية وغيرها، ورسمة سياسة اللي هي صدرت بقرار حقيقة قرار مناسب لهم اللي هو شهريا يقدر سعر الكلف، وعلى هذا الأساس إذا ينزل سعر الكلف عن هذا السعر فتبدي التجارة تشتري من خلال تعاقدات معهم، وإذا ارتفع لا بعد التجارة ما مضطرة تشتري. وحقيقة مش بي، ولكن تعرفون أنتم كل قرار برغم الإيجابيات تبقى به مشاكل أخرى. نعم. يعني بعضهم لا زال يشتكي
صحيح. لأنه إحنا اليوم ما العملية مرتبطة في وزارة الزراعة. يعني إحنا يعني خلال هذا العام اشترينا أكثر من مبلغ 250 مليار دينار ذرة، كلها وزعناها أعلاف، وهاي الذرة اللي اشتريناها كلفتنا أكثر من 50% من أقيامها، أكثر من 50%. نعم. ليش؟ لأن أنا أشتري الذرة طن مالتها ب 500 ألف دينار عرنوس. نعم. وبعد ما تنقى وتتحول إلى حبوب، يعني الطنين يلا يتحولن إلى طن، يعني المليون دينار يتحول اللي هو سعره 500 و500. نعم. مليون دينار عرانيس يتحولن إلى طن واحد من الحبوب، أو أنا أبيع هذا الطن ب 400، يعني أنا المليون أستلم مكان 400 ألف دينار من رب. نعم. الدواجن. هذا مقدار الدعم اللي أنا أنطيه. صحيح بذور الذرة أو الحبيبات الذرة هذه هي مو كل شيء، لأنه اللي يحتاجون أشياء أخرى. صدرنا قرارات، صدرنا قرارات من مجلس الوزراء، عفينا بعض المدخلات اللي تدخل لمعامل الأعلاف من الرسوم، قسم قللنا الرسوم مالتها، رفعنا تعرفة جمركية إلى 6% بالنسبة للمستورد الأجنبي. كل هاي الخطوات حتى نحمي المنتجين. نعم. لأن احنا الآن نريد المنتج مالتنا محمي، وما ندخل إلا حتى في كردستان بعضهم يشكل علينا يقول جاي يدخل علينا من كردستان ينزل. حتى في كردستان ما نسمح بدخول أي منتج إلا إذا كان مسجل عندنا في وزارة الزراعة وتروح دائرة البيطرة. نعم. مع الوزير، هي مشكلتهم المنافذ الغير شرعية، وخاصة في أقليم كردستان المنفذ مثلا باشماخ وغيره من هذه المنافذ. يعني وصلت إلى مرحلة يقول عندنا بعض الفيديوهات اللي وصلت لنا أنه حتى البيض التركي يعبأ بكراتين مكتوب عليها صنع بالعراق وقاعد توصل. احنا وظيفة الوزارة تنظم، صحيح، بس من يضبط الأمور هي السيطرات، من تضبطها الأجهزة الأمنية. واضح انه وصلتنا هاي الفيديوهات وعندنا نسخ تجينا وجاي نتعامل وياها قبل التصاريح الامنيه، ونبث للاجهزه الامنيه نقول يا بهاي بفلان منطقه وتتخذ اجراءات. ممتاز. المناطق الاقليم او المناطق الغير شرعيه في الاقليم هي حقيقه واحده من المشاكل اللي تعاني من عندها كل يعني القطاعات، وليس وزاره الوزير الزراعه على الموضوع. يعني بالسنوات السابقة كان وزراء الزراعة تقريبا ناسين موضوع أقليم كردستان، ما بي زيارات، ولكن منذ استلامك يعني حسينا بوحدة الزراعة العراقية، عندك تواصل مباشر دائما مع وزارة الزراعة بالأقليم، وأيضا يعني هم يجون بزيارة الفلاحين. نعم. بزيهم الكردي يوصلون يمكم. بالتأكيد. أولا احنا اليوم ماكو ثنائية. نعم. أكو مشاكل ما نخفى، مشاكل مع الإقليم من 2004 أو 2003 بداية تشكيل السلطة، من عهد الملك يكون. نعم. وإلى اليوم. نعم. لا أنا أتحدث عن هاي، أما المشاكل السابقة يقينا مواصلة لحد الحروب. نعم. أما مشاكل موجودة، ولكن في هاي الحكومة اللي شكلت على ضوء إطار من التعاون. بالضبط. على أنها حكومة الجميع، ويجب أن الجميع أن يقدم ما عليه من حقوق وما إلى من حقوق، ويأخذ ما يقدم عليه من حقوق ويأخذ ما عليه من واجبات. نعم. المفروض هاي تكون متوازنة. إحنا الآن في وزارة الزراعة نشعر أنه إذا ماكو تعاون مع الإقليم، أو إحنا ما نتعاون مع الإقليم ما يعني أنا قبل أقل الشهر يمكن خلال 3 أسابيع يعني جونا ممثلي إقليم كردستان من الأخوة النواب، وذكرونا أكو فلاحين في مناطق بنجوين وغيرها من المناطق الأخرى وعقرة، وعندهم مشاكل في سليمانية ومناطق منتجات البطاطا موجودة والطماطم موجودة والخيار موجود وبكميات كبيرة. رحنا إلى مجلس الوزاري الاقتصاد وصدرنا قرار ومنعنا، يعني ما أريد منتج هناك. وأهلنا وأخواننا أيضا في مناطق العمارة وواسط قبل فترة جونا وذكرى وقالوا عندنا كميات من الرقي وكبيرة وما نحتاج يدخل لرقي، أيضا غلقنا وغلقنا المنافذ. إحنا عمليات الغلق والفتح للمنافذ هذا حالة التوازن. أنا أريد سوق المواطن مرتاح من السعر، وأريد المنتج مرتاح من السعر. نعم. ما أريد أغلق الحدود وأخلي السوق العراق جهنم، والمواطن هذا المسكين يتضرر، اللي هو اللي ينظر على كيلو الطماطة والحاجة الأساسية يحتاجها يتأثر، ولا أريد
اسعار توصل الى سعر ب 100 دينار ب 50 دينار وما عنده ولا منتج ولا مزارع يزرع. يعني مع الوزير هدفك تقنين الاستيراد. لا هو اريد حاله للسوق عادله. عادله توازن. للفلاح وعادله للمواطن، المواطن يريد يروح يشتري بضاعه رخيصه بسعر مقبول. مو رخيصه لدرجه ما يزرعها اي واحد بالعراق. صحيح. يعني كيلو الطماطم كله احنا نتذكره. من يوصل الى مثلا نفرض 200 دينار او 150 دينار او 300 دينار مستحيل فلاح يزرع. اكو بعض المشاهد ان الفلاح يشمره بالشارع ما يزرعه. نعم. بس الكيلو الطماطم من يوصل نفرض ال 500 600 750 عادل، لان الفلاح مناسب له والمواطن هم سعر جيد يعتبر. ممتاز. وكل البضائع عندنا لجنه اسمها لجنه مراقبه الاسعار يوميا ترفع تقرير من كل العراق، تتواصل وياهم ويدز له تقرير يقول هذه عندي مرتفعه من ارتفع سعرها اذا نفتح فاتح المجلس الوزاري نفتح به. هاي سعرها نزل وصل لسعر الخساره على المنتج نبدا نغلق الحدود على هاي الماده. هذه هي وظيفتنا انه منتج. نعم. نحافظ عليه، منتج نحافظ عليه، ومستهلك ايضا نراعي ظروفه ان شاء الله. معالي الوزير، من القطاعات اللي بالاونه الاخيره بوجهه نظر دمرت تقريبا هو قطاع الاسماك، يعني جفاف شح مياه، ردم بحيرات، تجفيف بحيرات. هل هناك يعني بوادر تعويضات لمربي الاسماك، او هناك افكار لتحول تربيه الاسماك من الاحواض الطينيه او الاقفاص الى تربيه حديثه؟ يعني بذكر التعويضات حاب انوه الى انه هذه الحكومه واحده من اهم وابرز ملفات النجاح اللي قمنا فيها وزاره الزراعه. تعويضات لقينا ثلاث تعويضات لحد الآن. نعم. اللي كانت تعويضات الأمطار والسيول لمحافظات البصرة. صح. والعمارة والسماوة وديالة وأبو غريب في بغداد والديوانية، خمس مواقع أو ست مواقع مبلغها بحدود 215 مليار دينار. لقينا تعويضات الشلب للسماوة والديوانية والنجف ب 136 مليار دينار. ولقينا تعويضات الأسماك اللي هي أيضا أكثر من 8 مليار. ممتاز. هذه كلها باقية، صحيح جاية بها ملفات ودافعتها المحافظات لكن غير مفعلة وباقية، والدليل طيلة ثلاث أربع. صحيح. حكومات أو خمسة، بعضها خمس حكومات وما جاري عليها، خمس سنوات عفوا ما جاري عليها عملية تفعيل. فحقيقة أنا مع فريق الوزارة وشرعت واهتميت بها بشكل كبير، عرضتها في مجلس الوزراء وأصدرت قرارات، والموازنة أيضا تابعنا في الموازنة ومشكورين الأخوة الوزراء صوتوا، السيد رئيس الوزراء أيضا اهتم بها لأنه يعتبرها جزء من نجاح هاي الحكومة أن ترجع حقوق الناس. مجلس النواب مشكورين، اللجنة المالية واللجنة الزراعية كان لهم تفاعل كبير ويانا، السادة النواب بعد ما انعرضت وأيضا طلبوا. نعم. حضوري إلى اللجنة المالية واللجنة الزراعية، حضرت أنا وفريقي ووضحنا ليس فقط على التعويضات وإنما أشياء أخرى، منها الأطباء البيطريين، منها موازنتنا بالمرشات، ولكن من فضل الله تعالى يعني الكل وجدناهم متعاونين ويانا والنتيجة أنه صوت عليها. نعم. وبدينا الآن انطلقنا بتعويضات الأولى اللي هي تعويضات الشلب مباشرة الآن المحافظات، والأمطار إن شاء الله قريبا أيضا أموالها تحول أنه مباشر، والاسماك اليوم اجانا ايضا اشعارها تحول مستقبل القطاع، مستقبل القطاع السمك. القطاع السمكي اعود على سؤالك اولا وحديثك الان لاحق حوله، القطاع السمكي اكثر القطاعات تاثرا نتيجه الجفاف. نعم. انا من قله المياه الامطار رحت للبديل، رحت الانهار العفو، رحت الى البديل الابار. من قله مياه الانهار واني معتمد عليها بشكل كبير، البحيرات كانت أكبر تحدي لوزارة الموارد المائية. نعم. لذلك جاءنا إشعار لأنه كل لجنة خاصة بهذا الأمر بشكله أنه كنت زال هذه البحيرات. إحنا بالبداية حقيقة رفضنا. صحيح. ومستمرين لحد الآن بعض الخاصة اللي على المبازل وغيرها، ولكن وزارة الموارد تقول لك أني وضعي صعب جدا، ذكرت لك الرصيد اللي موجود شقد سيء ومخطر، ما أقدر أبقي هاي البحيرات اللي بها أولا نسبة كبيرة من التجاوزات، أكثر من 5000 بحيرة. وفعلا شرعت وزارة الموارد الآن المائية بغلق هذه البحيرات، بدأوا بالمتجاوزة وغير الحاصلة على الإجازة لأن بعضها كان بإجراءات وغير حاصلة، وأنطوا مدة للمجازة
على أن تنظم أمورها وتنهي التزاماتها، لأن وتحصد الأسماك اللي موجودة. عفيناهم أيضا في المجلس الوزاري الاقتصاد لأنه أصحاب حق، عفيناهم من الأجور لأن ما يصير أن يغلق البحيرة وأيضا أخذ عليه أجار، خصوصا في مناطق الأهوار والبصرة المناطق الجنوبية، لأن ذولا أول الناس راحت عليهم صحيح. البحيرات. نعم، مع الوزير هل الآن الأوان أنه تتحول وزارة الزراعة إلى وزارة سيادية لأهمية الموضوع اللي هو في يعني من مهامها من الزراعة والغذاء، الأمن الغذائي وغيرها من هذه الأمور؟ ليش دائما حتى اليوم بالأزقة السياسية بالزوايا السياسية يعتبرون وزارة الزراعة مو مثل وزارة النفط أو وزارة الدفاع أو الداخلية أو المالية أو الخارجية؟ هل الآن الأوان لتتحول إلى سيادية؟ هي وزارة الزراعة اليوم إذا تشوف المستهدف بهذه الوزارة كل ما يأكل الإنسان في هذا البلد هو نتاج هذه الوزارة أو أي قطاع آخر زراعة في العالم. يعني ماكو عندنا شلنا الخضار، الفواكه، الخضروات، اللحوم، كلها زراعة، كلها تتعلق بعملية الزراعة. نعم، وهاي تمثل في الجانب كلش كبير من تجارة البلد واقتصاده. هسه هي إذا ما تتحول سيادية، وأعتقد هذا صعب في ظل الوضع الحالي، أن تتحول إلى وزارة إنتاجية حسب القانون اللي قلناه، من تتحول إلى وزارة إنتاجية راح تكون عندها قدرة أولا على تطوير ذاتها، لأن أنا مو أريد أحول إنتاجية، أريد أحول عنوان. نعم، أنا أريد أحول هذه الوزارة أن تطلق قابلياتها. صحيح. اليوم أنا مرات يجيني أبو البحوث، كثير عندهم المزارع الإرشادية أو دوائر البحوث تنتج أنواع رائعة جدا، يعني إنتاج الزيتون، جابوا معصرة زيت زيتون وبدأوا ينتجوا زيت الزيتون، وين يودي؟ وين ما جاي يودوا يعني ينتجوا كل شيء. نعم. ضالين نهدي للوزارات، نهدي للجهات اللي تجينا، إذا يباع بشكل محدود فقط للموظفين منتسبي الوزارة، بس لمنتسبي الوزارة ما من حقه. زين، إلى متى تنتج عندي فراولة في بعض المزارع، تنتج عندي أنواع مختلفة من أنواع التمور الدرجة الأولى، الشتلات الحمضيات، التمور الآن ما. التمور الآن اللي تصدر إلى يعني المجهول، البرحيل، أنواع عالية الثمن. نعم. العجوة وغيرها جاي عندي موجودة وإنتاجها رائع جدا، أنواع الحمضيات بس ما قادرين على أن نسوقها لأنه قانون الوزارة لا يسمح بذلك. يعني الأشهر القادمة ستتحول العنوان إلى هذا إنتاجي. يتوقف على إكمال التشريع القانون اللي قلت لك الآن في مجلس الدولة، مخلي أحد الأخوة المستشارين دي يتابع مع المجلس، من يبدأ ملاحظات يرجع نصوت في مجلس الوزراء، روجنا إلى في مجلس النواب والسيد رئيس اللجنة المالية اللي العفو الزراعية الأستاذ فالح مشكورا. نعم. طلب أيضا نسخة، قال حتى أهيئ الأمور إلها، أشوف أكو فجو من المقبولية في المجلس هذا إن شاء الله للتصويت عليه، لأنه قانون الكل يستشعر أهميته، الكل. نعم. يستشعر أهمية هذا القانون، نأمل إن شاء الله بعد التصويت عليه راح تحول هذه الوزارة من وزارة بهذا الحجم من العطاء إلى وزارة المالية اللي تكون داعم للاقتصاد وداعم لهذا البلد. كل التحية والشكر لك معالي الوزير على هذه المعلومات، وندري بيك يعني حقيقة انشغالاتك كبيرة في الوزارة، زياراتك للفلاحين، ونطلتنا من وقتك الثمين. شكراً جزيلاً لكم ولكل الفريق العامل وكل كادر. نتمنى مؤخر لقاء إن شاء الله. إن شاء الله كل فترة زمنية رد لقاء ويا حضرتك. شكرا، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا، أشكركم شكر جزيلا. الله يخليك. طبعا أحبة المشاهدين، انتهت حلقتنا هذه الاستثنائية والخاصة اللي حقيقة من بداية برنامج أرض السواد إحنا نتكلم إن كان إيجابية أو سلبية، خاصة بموضوعة وزارة الزراعة، ولكن الحقيقة تقال إنه هذه الوزارة من بداية يوم حكومة السيد السوداني هناك تغيير كبير. اليوم أنا كأرض السواد عايش مع الفلاح بالمحافظات والمدن ونسويهم حلقات ميدانية، أكو تغيير يعني عن السنوات الماضية. يا رب إن شاء الله يستمر هذا التفاؤل والإيجابيات أكثر وأكثر. لهنا تنتهي حلقتنا، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.